السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. اليوم جاب لكم كيفيه حل مشكله نسيان رمز تسجيل دخول على الماك بوك برو. طبعا اذا كان نسخ اصدارك ماك بوك اير او ماك بوك ثاني فالطريقة ما ضبط اللي أشرحها في هذا الفيديو، ادخل الديسكريبشن في تدوينه بيشرح لك كل التفاصيل. أي شيء ما ضبط معك بتحصله في الديسكريبشن، أوكي؟ فأنت امشي مع هذا الفيديو، إذا ما ضبط ادخل الديسكريبشن، أوكي؟ كيف تحل مشكلة نسيان رمز ماك بوك؟ الطريقة جدا سهل وبسيط. أول شيء شوفوا في رمز، لو أحط لاحظوا إني لو أحط أي رمز اوكي نسيت، انا نسيت الرمز ما اعرف الرمز، شوفه ما يدخلني، يقول لي حط رمز ثاني، يقول له حط كررت الحين يطلب مني بعد 5 دقائق احط رمز. اوكي كيف تحل هذا المشكله؟ الطريقه جدا سهل وبسيط. اوكي بالنسبه للماك بوك ام 1 ام 2 يعني ماك بوك برو ماك بوك اير وغيره، كيف لازم تدخل الريكفري مود حتى تقدر تغير الباسورد. كيف تدخل الريكفري مود؟ بالنسبة للماك بوك برو وام 1 ام 2 انك تطفي الجهاز، اول شيء تطفي الجهاز بهذا الطريقة، لاحظوا هنا فوق لاحظوا هنا هذا هنا اضغط على هذا الزر، اضغط على سيت داون يعني اطفاء الجهاز. بعد ما تطفي الجهاز اوكي انتظر ثواني لين ما ينطفي. الحين كل ما عليك انك تمسك اول ما ينطفي الجهاز بالكامل تمسك زر اللي يشغل الجهاز، يعني تمسك باستمرار. طبعا اذا جهازك زر الريكفري مود مش الباور، زر ثاني من جهاز راح بتحصل ايضا زر الدخول في الريكفري مود للأجهزة الأخرى في الديسكريبشن. بالنسبة للماك بوك برو إنك تضغط على زر الباور باستمرار راح يدخلني في الريكفري مود، راح أضغط على الزر طبعا بدون ما طبعا راح نغير الباسورد بدون ما نمسح اي بيانات او اي ملفات من جهاز، طبعا بطريقه جدا بسيط وسهل. اول ما تمسك زر الباور مباشره راح يدخلني الى الريكفري مود. هذا هو الريكفري مود مثل ما تشوفون. الحين تضغط على هذا الزر، شوفوا لاحظوا هذا اوبشنز نفس ما تشوفون، اضغط على كونتينيو. بعد ما تضغط على كونتينيو انتظر ثواني، اوكي راح تنتظر ثواني لين ما يفتح الجهاز، لين ما يتخطى هذا العداد ويفتح الجهاز شوي، وراح يطلب منك هني بعض الاشياء مثل ما تشوفون. لما يفتح الجهاز كل ما عليك انك تضغط على فورجيت باسورد مثل ما تشوفون، يعني نسيت رمز الدخول، اضغط عليها. لما تضغط عليها هني راح يطلب منك الحساب ابل اي دي الاي كلود، اوكي مثل ما تشوفون لما تضغط على هذا الزر انتظر ثواني. الحين روح حط الحساب ابل اي دي مثل ما تشوفون، هذا الحساب اوكي راح احط حساب الابل اي دي وارجع لك. اوكي بعد ما حطيت الحساب ابل اي دي اضغط على نيكست مثل ما تشوفون هني، لاحظوا نيكست اوكي راح حط الباسورد الاب الاي كلود الابل اي دي وارجع لك. اوكي بعد ما حطيت الباسورد الحين اضغط على نيكست ناس ما تشوفون. اوكي هنا يقول لك نجحت المصادقة، الحين اضغط على هذا الزر اكزت. اوكي مثل ما تشوفون راح تظهر هذا الواجهة، لاحظوا اصغر كاميرا بس لاحظوا راح تظهر بهذا الشكل. هني راح تقدر تغير الباسورد بطريقة جدا سهل وبسيط. الحين راح بشرح لك باقي الخطوات انك تغير الباسورد الماك بدون ما تغير اي بدون ما تحذف اي بيانات. اوكي الحين مثل ما تشوفون روح لخيار هذا الخيار اللي هني اضغط عليها، هني بتحصل تورمينال اضغط عليها حتى يفتح لك اداء التورمينال. اكتب في التورمينال هذا الكلمه اللي راح تظهر في الشاشه
R E S E T P A S S W O R D واضغط على انتر. اوكي مثل ما تشوف راح تظهر بهذا الشكل. اوكي اوكي كل ما عليك انك تضغط على هذا الخيار. اوكي اضغط على هذا الزر. اوكي الحين حط الابل اي دي الخاص بك مرة ثانية. اوكي بعد ما حطت الابل اي دي اضغط على نيكست. حط الباسورد الابل اي دي. راح احط الباسورد ارجع لكم. اوكي بعد ما حطيت الباسورد اضغط على نيكست. الحين حط الباسورد يقول لك هني حط الباسورد الجديد. اوكي اوكي راح اكتب الباسورد الجديد 123 مثلا 123. راح اعيد كتابه نفس الباسورد مره ثانيه. اوكي الحين اضغط على نيكست. اوكي يعني يقول لك خلاص اضغط على يقول لك تم تغيير الباسورد خلاص اضغط على اكزيت خلاص اضغط على اكزيت واضغط على شعار ابل واضغط على ريستارت. خلاص بهذه الطريقة يمكن كتابة الباسورد الجديد وتدخل على الماك بنجاح وفي حال نسيان الرمز. ومبروك عليك يا شباب. شوفوا الحين راح افتح الماك بسهولة راح اكتب الرمز الجديد مباشرة راح يدخلني الى الماك بنجاح وبدون مشاكل. وبس يا شباب هذا هو الطريقة مثل ما تشوفون راح شوفوا لاحظوا اكتب 1 2 3 واحد اثنين ثلاث. الحين اضغط على انتر مباشرة راح يفتح الجهاز. بهذه الطريقة تم تغيير الباسورد خرافي بوم. وبس يا شباب هذا هو المقطع. اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو. اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر. بسم الله.